متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الممثلة الصاعدة إيناس عبدلي، وبعد تداول خبر وفاة والدتها، وضحت إيناس أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وإنما هو تشابه الأسماء فقط، مقدمة تعازيها لعائلة المتوفاة. كنت شوف زي بدا انا صافا الحمد لله دونك كما كنت مع في حسي انا مريضه شو انكور مالاد درت دو تيست بي سي ار خدوا لي بينز نيجاتيف اي لا جي في شي ميدسان avec papa et maman انا حنا الطبيب je voulais vous dire بلي فيسبوك كاين ان بوست لا ويدور و ميم لي باج بارطاجها والو قالوا بلي زينو عبد اللي تاع ديال ابراهيم ماتت مرتو والله يرحمها بدا بلان الناس يقولوا بلي مات ايناس اي تو باسكو سي فري سي ان اومونيم بابو زينو عبد اللي سكن في ابراهيم مي من الحمد لله سي با نو دايور نقدم تعازي خالصه لعائله المتوفيه اي دونك الناس ما تقلقوش بلي سي با نو الحمد لله ماما راهي هنا بسلامتها. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.